السؤال الخامس عندنا المطلوب أولا، إذا كانت A تتغير تغيرا مشتركا مع كل من B و C، فهني السؤال على دول التغير. طبعا هني قال لي إن الـ A تتغير تغير مشترك مع كل من B و C، وأعطاني قيمة الـ A عندما B وأيضا عندما C تساوي 6. مطلوب إيجاد قيمة A عندما C تساوي 4 و B تساوي 18. أول شيء التغير المشترك، طبعا إذا عندي كمية تتغير مع كميتين معناتها أن هذه الكمية تتناسب أو تتغير تغير طردي مع حاصل ضرب الكميتين الثاني. يعني باختصار نقول إن A1 قسمة B1 C1، هذه القاعدة طبعا، تساوي A2 على B2 C2. فاحنا راح نسميهم مثلا، عندي أنا طبعا هنا أعطاني قيمة للـ A، خلينا نسميها هذه A1 عندما B1 تساوي 24 و C تساوي 6، خلينا نسميها هذه C1. فهذه المعطيات كلها موجودة. المطلوب إيجاد قيمة A لو سميناها A2 عندما B2 تساوي 18 و C2 تساوي 4، راح نعوضها في هذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة ممكن تكتبونها بأكثر من صيغة، يعني ممكن تقول A1 على A2 تساوي B1 على B2 C2. أهم شيء إنه في النهاية التناسب هني أو التغير تغير مشترك. طبعا هني A1 عندي تساوي 40 قسمة B1 24 و C1 عندي 6 تساوي. المطلوب هو طبعا إيجاد الـ A، يعني مطلوب إيجاد A2 هني عندما أعطاني قيمة للـ B وقيمة للـ C، سميناهم B2 18 والـ C 4 اللي هي C2، فنقول 18 في 4. فراح نسوي، راح نبسط أول شيء. طبعا عندي هني 40، 24 24 في 6 لو شيكناها بالآلة راح تعطيني 144. هني A2 على 18 في 4 اللي هي 72، راح نضرب ضرب تبادلي، فراح يصير عندي إن الـ A2 تساوي، نضرب أول شيء 72 في 4 في 40، 72 في 40 طبعا عندي الـ A2 مضروبة في 144، راح نقسم عليها، فراح نقول قسمة 144. نحسب هذا كله بالآلة الحاسبة راح يعطينا الناتج 20. فهذه هي إجابة السؤال اللي هو تبع التغير المشترك. ثانيا عندي دالة هني طبعا نسبية، أعطاني إذا كانت fx تساوي سالب 3x على x زائد 2، فأجب عما يلي. في البداية يبغينا نكمل الجدول، طبعا عشان نكمل الجدول لازم نعوض عن قيم x. المطلوب طبعا إيجاد fx. طبعا هني عندي أنا ممكن أنا استخدم الآلة الحاسبة. في البداية راح طبعا أعطانا الجدول جاهز، نعوض مرة بالإكس بسالب 5 وبعدين سالب 4 وسالب 3 وسالب 2 وسالب 1 إلى آخر جدول. طبعا في طريقة احنا ممكن نكتب هذا الجدول في الآلة الحاسبة ونستخدم مود 7 اللي هو تيبل. فراح نكتب هذه الدالة، راح نسوي ستارت بسالب 5 والاند بواحد، ولا تلاحظون انهم يمشون كل واحد الفرق ما بينه وبين الثاني هو 1، فراح يكون الستيب 1. فبعدين راح يعطيني الجدول كامل في الآلة الحاسبة، او ممكن تعوضون واحدة واحدة. فلو شيكتون سالب 5 راح تعطيكم سالب 5، سالب 4 لو شيكتونها لو عوضتونها بالدالة راح تعطيكم سالب 6، سالب 3 راح تعطيني سالب 9، سالب 2 لو نعوضها هني بتشوفون ان المقام غير معرف،
فهذه هني المقام لأنه صفر، فالكسر بيطلع غير معرف، فهذا راح نكتب عليها غير معرفة. سالب واحد لو شيكناها راح تعطيني 3، الصفر راح يعطيني 0، لأن لو تلاحظون سالب 3 في 0 راح يعطيني 0، وآخر قيمة اللي هي الواحد راح تعطيني سالب 1. فهذا احنا كملنا الجدول. المطلوب الثاني احنا نمثل الدالة النسبية في مجالها مبينا على التمثيل البياني خطوط التقارب الأفقية والرأسية إن وجدت. طبعا في البداية احنا طبعا عندنا الدالة النسبية هني درجة البسط تساوي درجة المقام، لأن هني إكس وهني إكس، فدرجة البسط هي 1 نفس درجة المقام. فيوجد خط تقارب أفقي، شنو خط التقارب الأفقي هذا يساوي؟ طبعا خط التقارب الأفقي ومعادلته هو واي تساوي معامل أكبر أس في البسط، فهني المعامل سالب 3، فبنقول سالب 3 مقسوم على معامل أكبر أس في المقام لهني الإكس. طبعا هني 1 يعتبر لأن ما فيش عند الإكس، فبنقول واي تساوي سالب 3 على 1، إذا خط التقارب الرأسي هو سالب 3. خط التقارب الرأسي نتأكد من الدالة، نطالع أصفار المقام. أول شيء نتأكد هل في اختصارات ما بين البسط والمقام، نشوف إنه ما في أي اختصارات، ما ممكن نحلل لا البسط ولا المقام، فراح ناخذ صفر المقام. إن احنا نقول إكس زائد 2 يساوي 0، إذا إكس يساوي سالب 2 هو خط التقارب الرأسي. فهذه خطوط التقارب مفيدة في البداية حق أعرف شكل الدالة. فاحنا راح نرسم أول شيء راح نرسم خط التقارب الرأسي اللي هو سالب 2. طبعا هذه طبعا هني أنا راسمنهم من قبل، طبعا انتم راح ترسمونهم، بتكون عندكم ورقة رسم فاضية. فاحنا راح نرسم هني المحاور بالمسطرة، هذا محور إكس وهذا محور واي. فعندي خط التقارب الرأسي هو سالب 2، أجي عند سالب 2 في الإكس هني وأرسم خط متقطع، هذا خط متقطع طبعا بالمسطرة ومو بالإيد، يعني مو متوصلون المنحنى، راح نسويه بالمسطرة. طبعا انتو عندكم مسطرة، أنا ما عندي. فهذا خط التقارب الرأسي، نكتب عليه معادلة اللي هي إكس يساوي سالب 2، لأنه هو قال لي خل المعادلات على رسم البياني. خط التقارب الأفقي هو واي تساوي سالب 3، أجي عند الواي، هذا محور الواي عند العمودي، هذه سالب 3 هني، راح أرسم نفس الشي خط متقطع نفس الطريقة. فهذا عندي هني، أكمل بعد نفس الشيء إلى اليسار على كبر رسمة. فهذا عندي خط التقارب الأفقي هو واي تساوي سالب 3. فأنا هذا عندي خطين التقارب الأفقي والرأسي، راح أرسم النقاط ومنها راح أعرف شكل الدالة. لو بدينا من اليسار عندي سالب 5 وسالب 5. طبعا أنا عندي هني سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. فسالب 5 وكم؟ سالب 5 وسالب 5. طبعا احنا يهمنا اول شي قبل لا نرسم نتأكد من الأعداد، لو تلاحظون هني أقل شي سالب 9، فلازم عندي رسمة نمدها إلى سالب 9. فراح أكتب سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 7 سالب 8 سالب 9. نفس الشيء هني لو كملناهم 1 2 3 4 5 6، كم ما نحتاج كل الأرقام بس نكتبهم احتياطا. نفس الشيء هني عندي هني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فنرسم الحين النقاط، خلنا نرسمهم بلون ثاني، خلنا نرسمهم باللون الأخضر مثلا. عندي في البداية سالب 5 وسالب 5، هذه سالب 5 هني، راح نروح تحت عند سالب 5
يعني هني هذه نقطة، وعندي سالب 4 وكم؟ سالب 6. سالب 4 هني وننزل عند سالب 6 هني، هذه نقطة الثانية. وعندي سالب 3 وسالب 9، هذه سالب 3 ونروح تحت عند سالب 9 يعني هني. وصلنا إلى خط التقارب الرأسي، لو تلاحظون سالب 2 قلنا خط تقارب رأسي، فهذا هني قلنا ما في نقطة، في خط تقارب رأسي يعني الدالة ما تقطع هذا الخط. بعدين نكمل سالب 1 و3، هذه سالب 1 3 فوق. عندي أيضا 0 و0 بالضبط عند نقطة الأصل، وآخر شي عندي 1 وسالب 1 يعني هني. راح أوصلهم، أوصلهم مثلا باللون، لون مختلف شوي عشان بس تبين عندكم. راح أوصل هذا طبعا بيدي على شكل منحنى، راح أوصل أول شي النقاط بهذا الشكل، وراح أمشي مع خط التقارب الرأسي هني. يعني لاحظوا هني راح أمشي مع هذا الخط، معلش شوي أنا هني لأن بالتلفون، أمشي مع هذا الخط إلى آخر رسمة. نفس الشي هني، أجي هني عند من سالب 1 هني، أمشي مع خط التقارب الأفقي، فراح أمشي بهذا الشكل، أمشي معه، فصار عندي الشكل بهذه الصورة، إن إحنا ماشيين مع خط التقارب الرأسي والأفقي. نفس الشيء هني، أوصل هذه النقاط الثلاث، وأمشي طبعا مع خط التقارب الرأسي بحيث إن أنا ما أقطعه. ونفس الشيء هني، أمشي مع خط التقارب الرأسي الأفقي عفوا بهذه الصورة. طبعا انتم بتكون عندكم الورقة أوضح من عندي هني في الشارع. فلو تلاحظون هذا هو الشكل النهائي لهذه الدالة. فاحنا نتأكد هل أوجدنا كل شيء، مثلنا الدالة في مجالها، وضحنا خطوط التقارب الأفقية والرأسية، فهذا هو المطلوب. لو سألكم شنو هو المجال، المجال هو جميع الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام. فهني صفر المقام هو طبعا قلنا سالب 2، فبنقول المجال مثلا هني راح يكون R ما عدا سالب 2، أو X حيث X لا تساوي سالب 2. لو سألكم شنو هو المدى، المدى هو نفس الشيء R ما عدا خطوط التقارب الأفقية. خط التقارب الأفقي هو سالب 3، فراح نقول المدى R ما عدا سالب 3. فهذا لو طلب مني المجال والمدى في السؤال، طبعا هني مو طالبينهم، بس لو طلبهم راح نوجدهم بهذه الصورة. فهذه إجابة السؤال كاملة.